الدكتور طاهر والدكتور عمرو الورداني والدكتور وليد، يعني دول قفلوا اللعبه في الكلام وخلاص، يعني دول محاضرين الكلام، محدش ليه كلام لوحدهم. انا بس عايز اقول لكم ان كل واحد زي الدكتور طاهر يجري ورا حلمه وما يقاسش ابدا وما يعتمدش على حد في حياته. انا ما اعتمدتش على حد خالص في حياتي، وكان عندي ممكن الاسره اعتمد عليا في بعض الحاجات، لكن قلت لا، انا بتكلم على مهنتي كتمثيل، يعني قلت هبدا الطريق من الاول خالص وعافر لوحدي وانجح من غير ما اعتمد على اي حد حواليا ممكن يساعدني. اعتمدت على ربنا فقط، وده الكلام اللي قاله الدكتور، وكلامك يعني كان كنت بتنفق وانا بسمعه، لان انا دي كانت سكتي في حياتي، ما كنتش بطلب حاجه غير من ربنا. خلي عندك ثقه في ربنا كبيره جدا ان هو هيعمل لك كل حاجه، بس انت ابذل مجهود وابذل مجهود بجد وصدق نفسك. انت لازم تصدق نفسك وتصدق حلمك، وخلي بالكم انتوا متوفر لكم حاجه مش موجوده في اماكن تانية، متوفر لكم عنصر الامن والامان في بلد في امن وامان. واوعى حد يشككك في وطنك ويحسسك ان وطنك ده ما بيهوش فيه مستقبل وانت مالكش فيه اي قيمه، مش هتعرف تحقق فيه حاجه. دي كلها حاجات سلبيه ما ينفعش تدخل دماغك خالص. انت كشاب، ما فيش شاب بيبدا من اول حياته وينجح، ما فيش دكتور ماسك في عياده ومن اول شهر ولا شهرين ولا سنه يبقى يلاقي طوابير ويبقى اشهر دكتور في الدنيا. لا، بيفضل 20 سنه لغايه مثلا ما العياده بتاعته تبقى عنده زباين واسمه بقى كبير. فما حدش بينجح بسهوله، واللي شاطر فيه يبدا حلمه بدري، ما هو لسه في الجامعه، وان هو لسه في سنه وفي اعدادي، يشوف هو عايز يبقى ايه ويبدا بدري جدا. اللي يبدا بدري ينجح بدري، زي محمد صلاح، الراجل يبقى عنده 23 سنه و24 سنه ونجم عالمي. فكل ما تبدا بدري بحلمك وتصدقه وتخلي ثقتك في ربنا كبيره وما تطلبش غير منه هو بس. على كلام الدكتور، يا دكتور كلامك كان عظيم بجد، هو اداكوا نصيحه كبيره. انا مهما قلت، هو الدكتور طبعا محاضر وقال كلام في العمق، فيعني ما تخليش حد يهز ثقتكم في نفسكم ولا في وطنكم الكبير اللي كل الدوله بتشتغل عشانكم بمؤسساتها، بتشتغل عشانكم انتوا، بيحاولوا يوفروا الامن والامان للدوله المصريه، وعلى راسها رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وجيشنا وشرطتنا اللي بنقدم لهم تحيه كبيره جدا يا جماعه. والله انا عندي اصدقاء في دول كتير، الاردن على ليبيا على من كل، والله بلدنا ما في احلى منها، والله بلدنا ما في احلى منها، وعندنا كل حاجه وهتبقى احلى واحلى صدقوني. في ناس كتير بتعاني من الامن، عارف يعني امن؟ ما عندكش بس اي بس خايف، خايف لو تسكر مثلا بره البيت ما تعرفش ترجع يحصل عملك. فانت ما قدامكش غير انت بس تجتهد، يعني انت كل حاجه متوفره تجتهد فقط، اجتهد وربنا هيدي لك، وصدق نفسك وصدق بلدك وصدق حلمك. وكل الناس لو اجتمعت انها تضرك وتوقف حلمك مش هتقدر، صدقوني هو ربنا اللي هيديك كل حاجه، هو اللي حقق لك حلمك اللي جواك لما تبقى انت مصدق نفسك. بس ما عنديش حاجه تاني اقولها لكم، وبشكركم ان انا وجودي معاكم النهارده بسيطه، انا اللي انبسطت بوجودي معاكم والله، وانا اللي اتشرفت. شكرا لكم جدا.